السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أول محاضرة لنا بإذن الله من شرح الأورجانيك بوليمر كيمستري. بإذن الله هنا المحاضرات بتاعتنا هتكون مركزة على الكيمستري بتاعة الأورجانيك بوليمر. معظم الكتب اللي هتقراها أو هتدور عليها في توبك البوليمر أصلا بتكون متكلمة على الفيزيكال بروبرتيز بتاعة الأورجانيك بوليمر، ولكن مش مركزة على فكرة الكيمستري، الأورجانيك كيمستري، إزاي بيتحضر البوليمر، الميكانيزم اللي بيتحضر بيه البوليمر، تمام، الصب يونت او المونومر يونت اللي بيتكون منهم البوليمر. كل ده عباره عن بيزك كونسبت شويه كده، دي من وجهه نظر اورجانيك. يعني باذن الله الكورس بتاعنا بيحاول شويه يوازن ما بين الفيزيكال بروبرتي اللي احنا مش هنقدر نهرب منها برضو في البوليمر، ولكن احنا هنركز شويه على فكره الاورجانيك كيمستري اوف بوليمر، هنركز على فكره الاورجانيك بوليمر كيمستري، بنركز من وجهه نظر كيميائيه بحته. يلا بينا نبدأ كده. أول حاجة هناخد introduction عن البوليمر. بيقول لي والله يعني بداية علم البوليمر بدأت تقريبا في 1953 لما عالم اسمه هيرمان ده قدر يفك الاستراكشر بتاعت الرابر. أول ما رحنا يعني أول ما البشر راحوا للعالم الجديد وخصوصا الأمريكتين، وجد المستعمر الأوروبي لما راح الأمريكتين بالذات وجد ان في المناطق الاستوائيه وفي غابات الامازون بعض السكان الاصليين بيطلعوا نوع من مواد صمغيه بتطلع من الشجر، مواد صمغيه او مواد اللي هو المطاط بالنسبه لنا، اللي هو المطاط الطبيعي ده، المطاط اللي معروف بالنسبه لنا اليومين دول، تمام. الماده دي اكتشفوا ان ليها خواص كويسه جدا، الماده دي مقاومه للميه، مقاومه لحاجات كتير. بالنسبه للشعوب اللي هناك ما كانوش بيستعملوها استعمالات كتير لان معرفتهم اصلا كانت بدائيه، ولكن لما راح المستعمر الاوروبي للدول دي اكتشف ان الماده دي ليها يعني ممكن يكون لها تطبيقات كتيره جدا، ولكن كان عندهم مشكله كبيره جدا. الماده اللي هم لقوها اللي هي شبه الصمغ او شبه الماستيكا، اقرب لفكره الماستيكا اكتر من ان هي ماده صمغيه، اللي هي سموها رابر. ورابر مش هي جات التسميه، الاوروبيون ادوها التسميه دي لسبب بسيط، ان بيقولوا ان الماده دي لما بتتكور تتعمل كور كده بتبقى كور ستيكي شويه، تقدر راب اوت البنسل مارك، تقدر تمسح العلامات او الكتابه بتاعه القلم الرصاص، فسموها رابر. وجت من هنا فكره او اسم المطاط اللي هو ترجمته على طول بالنسبه لنا في اللغه العربيه رابر بالانجلش، يبقى هو اللي هو المطاط بالنسبه لنا. فدي الفكره. العالم ده كل اللي عمله سنه 53 انه قدر يفك الاستراكشر، كان في ازمه كبيره جدا. ايه التركيب الكيميائي للمطاط؟ فقدر يفك التركيب الكيميائي ويفك السر بتاع المطاط، ويلاقي ان المطاط عبارة عن تكرار لا نهائي وعدد كبير جدا من التكرارات من مركب اسمه الايزوبرين. طيب الايزوبرين ده اسمه ايه بالايوباك؟ اسمه 2 ميثايل بيوتا داين، 1-3 بيوتا داين، تمام. يعني انا لو جيت الاستراكشر هلاقيها عبارة عن 2 ميثايل، ادي البوزيشن ده 2، يبقى 1 2 3 4، يبقى 2 ميثايل 1 و3 بيوتا داين، او اسمه الكومن ايزوبرين، بوليمر من او وحدات متكرره جدا من المركب اللي قصادك ده. وهنا دي كانت البدايه بتاعه البوليمر كيمستري، بدا يفتح عقول الناس ان انا هل ممكن اصنع ماده زي دي؟ طيب وانا لو صنعت المطاط الطبيعي هل ممكن اعدل شويه فيه وابدا اصنع حاجات ثانيه؟ وبدأت القصة بصناعة آلاف الآلاف الأنواع وأكثر من 30 أو 40 مليون طن سنويا إنتاج من البوليمرات العضوية بتصنع بالكامل، ما عادش في حاجة يعتبر طبيعية إلا عدد محدود جدا من البوليمرات، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف إيه يعني بوليمر؟ إيه معنى كلمة بوليمر؟ وإيه هي العملية اللي بتكون بها البوليمر اللي هي البوليمرايزيشن؟ فإيه البوليمر وإيه البوليمرايزيشن؟ بيقول لي البوليمر هو عبارة عن وحدات متكررة من حاجة تانية اسمها مونومر. طيب مونومر، مونو يعني وحدة ومر يعني بارت، فكلمة مونومر الترجمة الحرفية بتاعتها one part. طيب يبقى إذن المونومر هو compound، مجموعة من المركبات أو الجزيئات اللي join together بأشكال متكررة كتيرة جدا عشان تديني macro molecule، تديني جزيء كبير. طيب
عملية ربط المونومر مع بعضهم عشان يكونوا البوليمر أو سلسلة البوليمر أو التشين الطويلة جدا من البوليمر دي اسمها، العملية دي اسمها بوليمرايزيشن. يبقى العملية اللي بيرتبط بها المونومر مع بعض ويكونوا البوليمر، العملية دي اسمها بوليمرايزيشن. يبقى المونومر بيرتبط مع بعضه في عملية تسمى البوليمرايزيشن عشان يكون لي تشين طويلة جدا بنسميها البوليمر. طيب كويس، تعال بقى أديك شوية أمثلة عن البوليمر يمكن تكون سمعت عنها، يمكن يكون اسم منهم يعني جه على ودانك او قريت الاسم وانت مش فاهم القصه بتاعته ازاي. بيقول لي اشهر مثلا بوليمر البولي ايثيلين، طبعا الايثيلين اللي هو اسمه بالايوباك اللي هو الايثين، طبعا ده فيه دبل بوند بيتفاعل مع بعضه يعني كده بيبقى يونتس وبيديني سلاسل لا منتهيه من الكربون كربون سكيلتون، بيختصر اسمه بالبولي ايثيلين بناخد الرمز البي اي. وطبعا هنا الان بتدل ان هو فيه عدد كبير جدا من الوحدات المتكرره من المونومر يونت. طيب بيقول لي هنا لو بدلت واحده من الهيدروجين بكلور فده لما بيحصل استبدال وحيد على جزيء الايثيلين الجزء اللي فاضل ده بيسموه الفاينايل، الحته اللي فوق دي بيسموها فاينايل جروب، فده اسمه فاينايل كلورايد. فبالنسبة لي لو حضرت منه بوليمر هكون بولي فاينايل كلورايد، بتلاقيه مكتوب على لعب الأطفال أو حتى على الجومة اللي في إيدك لو بصيت عليها من بره بيبقى مكتوب عليها بي في سي فري، لأن طبعا البي في سي اكتشفوا إنه ليه أضرار كبيرة جدا على البشر خصوصا إن المونومر ده مسرطن وده بيكون بيسبب مشاكل كبيرة جدا في الكبد. فده من ضمن الحاجات برضو المستخدمة كتير جدا وإن كان بعض الدول بدأت توقف استخدامه. الستايرين ده برضو من ضمن البوليمر المشهورة جدا جدا، كل اللي انا عملته في الايثيلين بدلت واحدة من الهيدروجين بحلقة بنزين. بيقول لي الاستايرين ده بيتعمل منه الفوم، بيتعمل منه اكتر من حاجة، من اشهر حاجات بتتعمل من البوليستايرين الكوبايات الشاي اللي هي شبه الورق او شبه البلاستيك، هي مش ورق طبعا، هي كلمة بلاستيك اصلا كلمة مش دقيقة علميا، هو بوليمر تمام، البوليستايرين بوليمر تمام. ولكن طبعا هنفهم ايه الفرق بين ايه اصل كلمة بلاستيك وليه بعض البوليمر ساعات بيقول لك بوليمر ويقول لك بلاستيك، وهنفهم انا كراجل اكاديمي او راجل دارس ازاي ما ينفعش اقول على كل البوليمر بلاستيك تمام. ده من ضمنه برضو البولي استايرين. بتشوف برضو بعض انواع من الازاز او مش الازاز، يقول لك بلاستيك شبه الازاز او الازاز اللي بيستخدم في الديكوريشن او عمل الابواب مثلا، ابواب شفافه كده بتبقى شبه الازاز ولكنه هو بيبقى بوليمر من بوليمر اسمه الميثايل ميث اكريليت، فبيبقى اسمه بولي ميثايل ميث اكريليت. ده برضه من البوليمرات المشهورة جدا وبيستخدم أحيان كتيرة جدا في المباني وفي الديكوريشن بتاع المباني من جوه، فده يعني من ضمن البوليمرات اللي هي الشائعة جدا استخدامتها سواء كان البولي إيثيلين أو البولي ستايرين أو البولي فاينايل كلورايد أو البولي ميثايل ميثاكريليت. تعالوا كده نفهم إيه قصة البوليمر. بيقول لي كلمة بوليمر برضه هي من جزئين، بولي وتعني ميني ومير مين بارتس، فالترجمة الحرفية لكلمة بوليمر معناها ميني بارتس. ميني بارتس من مين؟ من المونومر يونت. يبقى كلمة بوليمر هي وحدات متكررة من المونومر، كلمة بوليمر أصلا تعني ميني بارتس. طيب بيقول لي البوليمر ده هو عبارة عن لارج موليكول، ماكرو موليكول، جزيء كبير. طيب بيتكون من ريبيتنج يونت، من عدد كبير من الريبيتنج يونت أو الريبيتنج بارتس. اليونت اللي بيحصل لها تكرار دي مين؟ دي هي المونومر، دي هي المونومر تمام. مونو قلنا واحدة ومير قلنا اللي هي بارت، يبقى جزء واحد زي مثلا الإيثيلين أو غيره من الحاجات التانية أو الفاينايل كلورايد أو أي مكان، فده أصل كلمة بوليمر. طيب أنت بتقول لي ميني بارتس وبيحصل لها تكرار، طيب عدد التكرارات ده هيأثر معايا وهل ده هيغير معايا حاجة؟ بيقول لي تعال نشوف القصه دي. بيقول لي بعض البوليمرات بيبقى سلوكها او حتى خواصها الفيزيائيه بتختلف تماما على حسب عدد الوحدات المكونه للبوليمر، ولكن تعال نعرف كام ديفينيشن كده، الكلام ده هنعرفه باذن الله في المحاضرات اللي جايه باذن الله، يعني هنعرف بس كام ديفينيشن مرتبط بفكره البوليمر. اول كلمه قلناها اللي هي مين؟ المونومر، وده يعني وان بارت او وان يونت. طيب كويس، بعد كده هتسمع كلمه ثانيه اللي هي أوليجومر، أوليجو يعني فيو، أوليجو يعني شوية، ومر يعني وحدات، عدد وحدات قليل، وده بيقول لي غالبا الأوليجومر ده بيكون
من أقل من العشرة، يعني كده هيكون من 2 ل 9، يعني كده عدد الوحدات المتكررة من 2 ل 9، ده اللي هو الأوليجومر. طيب بيقول لي لو العدد زاد عن العشرة فده بيدخل في بند البوليمر، وإن كان بعض الكتب بتقول إن كلمة بوليمر لا تصلح إلا على المواد اللي فيها 1000 أو أكتر من الريبيتنج يونت، وبعض الكتب بيقول لي لا هو يبقى عدد الريبيتنج يونت 100 والموليكولار ويت هو اللي 1000 أو أكتر، فهو مجرد اختلافات يعني، ولكن احنا مش هنختلف بوليمر أو أوليجومر، المهم إنك تبقى عارف إن المونومر لو بقى عدد قليل من المونومرز ماسكين مع بعض يبقى اسمه أوليجومر، ولكن لو بقى العدد كبير جدا فده هيكون اسمه بوليمر. تمام. احيانا بتسمع اسم تاني اسمه ماكرومر. ماكرو مين بيج موليكول، يعني ماكرو دي معناها جزء كبير، ومر يعني وحده، فده يعني ماكرو مونومر. ماكرو يبقى الماكرومر ده اللي هو ماكرو مونومر، يعني مونومر كبير. بيكون المونومر بدل ما هو مثلا ايثيلين كربونتين جنب بعض كده تمام، لا ده هنا مثلا دي اتش 2 عادي، ايثيلين عادي جدا اهو، ولكن في الجنب الثاني هنا دي اتش، ولكن دي مثلا لونج تشين، ونقول يعني مثلا هي 10 كربون او 12 كربون، هتغير معايا شويه في خواص البوليمر، مش هتبقى شبه البولي ايثيلين. فدي هي فكره الماكرو مر. ماكرو مر معناها ماكرو مونومر، معناها ان المونومر اللي انت بادئ بيه اصلا كبير. يبقى كده علمنا معنى كلمة مونومر اللي هي وحدة وحدة، أوليجومر اللي هو عدد قليل من الوحدات أو الوحدات التكرارية اللي بتكون البوليمر ماسكين في بعض حوالي أقل من 10، لو زادوا عن 10 بيدخل تحت تعريف اللي هو البوليمر، والماكرومر لما يكون المونومر ذات نفسه ليه تشين طويلة، ليه سايد تشين طويلة. طيب كلمتك دلوقتي على عدد الريبيتنج يونتس، عدد وحدات المونومر اللي بتكون البوليمر، يعني مثلا اقول لك البوليمر ده بولي ايثيلين كويس، هتيجي تقول لي ايه كام وحده من الايثيلين ماسكين في بعض، لان انا هعرف بعد كده ان الخواص بتعتمد على عدد الوحدات من الايثيلين ماسكين في بعض، فبيقول لي والله دي بيسموها عدد الوحدات دي بشكل ساينتفك، بيقول عليها ايه الديجري اوف بوليمرايزيشن. يبقى لما اقول لك البوليمر ده واقول لك الدي بي بتاعته بتساوي مثلا 3000 او 5000، يبقى انت بتقول لي ان البوليمر ده بولي ايثيلين تمام، ومتكرره وحده الايثيلين اللي انا بادئ بيها اللي هي كانت سي دبل بوند سي، الوحده دي لما حصل لها بوليمرايزيشن اتكررت كام مره؟ اتكررت 3000 مره تمام، مش 3000 كربون، انا بعد هنا الديجري في بوليمرايزيشن بعد اليونت حصل لها تكرار هي كلها كام مره، دي اسمها الديجري اوف بوليمرايزيشن. يبقى الديجري اوف بوليمرايزيشن او بتختصر بالدي بي، دي بتعد التوتال نمبر اوف ريبيتنج يونتس، التوتال نمبر اوف ايه اوف ريبيتنج يونتس، بتعد لي عدد الوحدات او عدد المونومر يونت اللي اتكونت مع بعض ومسكت مع بعض وادتني البوليمر. بيقول لي والله غالبا انت تتراوح في حدود ما بين 200 لحد بعض البوليمر بتوصل لحد 3 مليون، حاجات زي السليلوز البوليمرات الطبيعيه بيكون الديجري اوف بوليمرايزيشن بتاعها عالي جدا. تخيل لو عندك مثلا بوليمر زي الدي ان ايه ده يعتبر بوليمر، البروتين، عندك حاجات كتير جدا في الخلايا بتكون ارقام كبيره جدا، النشا، السليلوز من اكبر البوليمرات الطبيعيه. تمام. طيب تعالوا كده نشوف اصلا لما بنصنف البوليمر على حسب نوع المونومر او اليونتس اللي داخله في تكوين البوليمر، احنا قلنا البوليمر هو تجمع من المونومرز. طيب تعالوا نصنف بقى البوليمر على اساس انواع المونومر اللي داخله في تكوينه. بيقول لي والله لو كان البوليمر اللي عندي متكون من نوع واحد من المونومر، يعني عندي مونومر واحد، فده بيسموه هومو بوليمر، يعني بوليمر متكون من وان ريبيتنج يونت. واحد يقول لي انت هتلخبطني، ايوه انا بكلمك هنا نوع واحد من المونومر، ولكن عددها قد ايه؟ براحتك بقى زود مثلا زي ما انت عايز 1000 2000 3، المهم ان هي تكون وان تايب ايثيلين بس يديك بولي ايثيلين، ستايرين بس يتكرر يديك بولي ستايرين، فينايل كلورايد يتكرر يديك بولي فينايل كلورايد، يبقى نوع واحد من الريبيتنج يونت نوع وليس عدد، ده يديني هومو بوليمر. طيب لو الريبيتنج يونت ده كان فيه 2 من الريبيتنج يونت،
اثنين من المونومر خلطتهم مع بعض وابتديت اعمل لهم بوليمرايزيشن، تمام؟ عادي. طيب هيديني ايه؟ هيديني حاجه اسمها كو بوليمر، تمام؟ كو يعني كوبريتيف او تعاوني، يعني ان هو حاجتين مع بعض بيكونوا البوليمر بتاعي. ده من اشهر الامثله عليه، اللي هو الازايز اللي بتتعامل منها ازايز الميه، زي اللي هو مكتوب، تلاقي على الازازه من تحت مكتوب بي اي تي، بولي ايثيلين ترفيثاليت، او النايلون 6-6. وطبعا النايلون ده هنعرف ان منه انواع كتيره جدا من النايلون. طيب ده كده نوع تاني من البوليمر، يبقى يا اما هومو بوليمر. اما لو بقى اثنين من نوعين من المونيمر بيمسكوا مع بعض ويدوني بوليمر، فبيديني حاجه اسمها كو بوليمر. طيب بيقول لي النوع الثالث، وبرضه يعني قليل شويه اللي بيخلط، اللي هو ثلاث انواع من المونيمر. ثلاث انواع من المونيمر يتخلطوا مع بعض يدوني بوليمر جديد. البوليمر الناتج من خلط ثلاث انواع من المونيمر ده بيسموه تير بوليمر. بوليمر بيتكون من ثلاثه مونيمر. طيب اصلا هو بيخلط ليه؟ بيقول لي خلي بالك، هو بيخلط المونيمرز مع بعض عشان يحصل على خواص جديده مش موجوده في كل بوليمر لوحده. طيب بيقول لي من اشهر التير بوليمر، نوع من البوليمر بياخد الاختصار اي بي اس. اي بي اس عشان المونيمر المتداخله في تكوينه بيكون عباره عن اكريلونيترايل وبيوتاداين وستايرين. بيكون ستايرين، المونيمر اللي بيكون البوليستايرين بده يضيفه ستايرين على بيوتاداين على اكريلونيترايل. اكريلونيترايل ده شبه ايه؟ الاكريلونيترايل بكل بساطه هو عباره عن، ادي عندك مين؟ الايثيلين، وادي المفروض يكون بيه ايثيلين، لا هنا بقى في مجموعه سيانو، تمام؟ طبعا هنا دي اسمها اكريلونيترايل، واخد اختصار اي ان اكريلونيترايل. طب ليه هو ما سماش سيانو ايثيلين؟ هو ده شبه الاكريليك اسيد، والنيترايل بتسمى نسبه للاكريليك اسيد. لو كان اكريليك اسيد هتلاقي ان دي بدل ما هي سي ان هتبقى سي او او اتش، تمام؟ فالنيترايلز يفضل انها تنسب الى الاسيد المقابل ليها، بس المره دي هو عباره عن سي تريبل بوند ان بدل سي او اتش، سي تريبل بوند ان. فبيبقى مشتق او متعارف عليه ان اسمها تبقى اكريلونيترايل عشان هي اقرب للاكريليك اسيد. فبيقول لي ده من اشهر التير بوليمر عشان هو عباره عن ثلاثه من المونيمر، ثلاث انواع من المونيمر بيمسكوا مع بعض وبيدوني بوليمر يحمل في خواصه او صفاته اللي هو الثلاثه، وعلى حسب نسب الخلط ممكن اغير في خواص البوليمر اللي عندي. فهم اللي هو اسمه الاي بي اس، اكريلونيترايل بيوتاداين ستايرين زائد مع بعض. لكن هنا ده نوع من البوليمر وده نوع لوحده خالص مش مخلوطين، انا جايب لك امثله، لكن دول لا، الثلاثه دول بيتخلطوا في رياكتور واحد وبيتم الرياكشن عشان يطلع بوليمر يحوي الثلاثه مونومر مع بعض. يا ريت الحته دي تبقى واضحه. طيب تعالوا كده ناخد بقى، هرجع دلوقتي بس اكد لك على حته. مش انا قلت لك لو المونومر منه نوعين، يعني تو تايبس اوف مونومر، فبيديني حاجه اسمها كو بوليمر. تعالوا كده ناخد انواع الكوبوليمر. ما انا حطيت نوعين من المونومر، تمام؟ هتسالني سؤال مباشر، ايه الترتيب اللي بتاخده الانواع المختلفه من المونومر جوه التشين بتاعه البوليمر؟ ايه الترتيب اللي بيمشوا بيه؟ فبيقول لي تعالى كده نحددهم على حسب الترتيب بتاعهم. فبيقول لي لو كانوا 1 ريبيتنج يونت، يعني زي ما قلنا لو هي ريبيتنج يونت واحده هيبقى اسمه هومو بوليمر. فنقول مثلا ان الريبيتنج يونت اسمها ايه، فبيديني تشين كامله من الايهات جنب بعض الى ما شاء الله، فده بيبقى وان تايب اوف مونومر. طيب كويس الكلام كده ما يزعلش. ايه اللي بيحصل؟ قال لي لو خلطت نوعين من البوليمر، من المونومر اسف، لو انت عندك نوعين من المونومر مع بعض وخلطتهم وابتديت تعمل لهم بوليمرايزيشن، ولنقل ان هم ايه والمونومر بي، خلطناهم مع بعض عشان عايزين نشوف ايه اللي هيحصل. فبيقول لي والله بقى ابدا حط كل الاحتمالات الممكنه. فممكن يكون الترتيب بتاعهم راندوم، اي حاجه مع اي حاجه، يونت من ايه وراها اتنين من البي، ايه بي زي ما تيجي. يبقى اول نوع ممكن يكون راندوم، النوع الاولاني ممكن يكون بشكل راندوم،
بشكل عشوائي تماما. طيب كويس، يبقى ده اول نوع. الاحتمال الثاني ان يكون في تبادلي alternating copolymer، انه بيحصل انه polymerization بيبقى A اليونت A بعدها يونت B بعدها يونت A وهكذا بشكل متبادل بالكامل، تتبادل اللي هو المونومر يونت A والمونومر يونت B مع بعض عشان يبقوا في البوليمر تشين بشكل متبادل وراء بعض. بيظهر ده درجة من النظام، يعني الأولاني كان completely random، لا ده بدأ يظهر درجة من النظام. النوع الثاني بقى بيقول لي لا، بيحصل polymerization على شكل blocks، بيبقى block copolymer. يعني ايه block؟ بتبقى حتة من المونومر A مع بعضه وعامل تشين، وبعد كده تقف وتبدأ كمالة التشين تكمل بالبوليمر B، وبعد كده ممكن بعدها يبقى في إيهات. تمام، المهم انها تبقى عبارة عن بلوكس وليست مونومر يونت ورا بعضها، لا ده هي بلوك ورا التانية، كل واحدة منهم عبارة عن نوع من المونومر الواحد. طيب لما هقول لك عن النوع الثالث دلوقتي هتتلخبط وهتقول لي لا ارجع لي تاني للبلوك كوبوليمر. طيب تعالى كده نشوف النوع الثاني، اسمه جرافت كوبوليمر. الجرافت كوبوليمر ده عبارة عن ايه؟ ان انا بجيب البوليمر ايه، يعني المونومر ايه، واعمل له بوليمرايزيشن واعمل منه بوليمر عادي، واجيب البوليمر بي زي ما هو وبلمره، يبقى انا عندي نوعين من البوليمر، معايا البوليمر ايه ومعايا بوليمر المادة بي بوليمر، واخلط الاثنين بوليمر على بعض. تلخبطتني. انا كل مره بقول لك على الكوبوليمر الاولانيين كنت بقول لك على عمليه خلط للمونومر مع بعض ويتفاعلوا جوه الرياكتور زي ما تيجي معاهم. كويس، لكن المره دي لا، انا جبت بوليمر من الماده A وجبت بوليمر من الماده C عشان او من الماده B وخلطتهم مع بعض، ادوني خواص جديده تماما. الخلط ده بيديني حاجه اسمها جرافت كوبوليمر، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن تشين من الاي مثلا طالع منها برانشات ماسكه في البي. تمام، فبتبقى مثلا الحته دي بي ولكن التشين كلها ايه. ايوه سامعك وعارفك بتقول لي وده اختلف ايه عن البلوك كوبوليمر. في البلوك كوبوليمر التشين كلها واحده وتم الخلط للمونومرز مع بعضهم، فبدأ فيه بلوك من الإيهات وبيكمل وراه في نفس التشين بلوك من البي، وبعد كده ممكن يجي بعديه إيهات. يبقى كده أنا بالنسبة لي لما أقول لك إيه الفرق بين البلوك كوبوليمر والجرافت كوبوليمر، البلوك كوبوليمر هو نوع من الكوبوليمر بيبقى التشين عبارة عن بلوك من الإي وبلوكس من المونومر بي ورا بعض في نفس التشين، لكن ده عبارة عن نوعين من البوليمر زي واحد، يعني أقرب فكرة ليها واحد جاب معدن الحديد وعمل له انصهار كامل وبعد كده ضاف عليه شوية نحاس، فده معدن وده معدن. تمام، ده هو نوع الجرافت كوبوليمر، ان انا جبت بوليمر من المادة A بوليميريك ماتيريال منها بوليمر، مش مونومر، جبت بوليمر منها بوليمر جاهز متحضر، وجبت بوليمر جاهز برضو متحضر قبل كده من البي، خلطت الاثنين مع بعض عشان احصل على صفات مميزة. يبقى تم خلط نوعين من البوليمر مع بعض للحصول على صفات مش موجودة في اي نوع منهم لوحده، وهتديني صفات شوية مختلفة ممكن ما اعرفش اجيبها بالطريقة الاولانية. تمام، يبقى الكول بوليمر ممكن يكون راندوم او ممكن يكون alternating او ممكن يكون بلوك او ممكن يكون جرافت كوبوليمر. طيب بيقول لي تعالى بقى كده، بما انك انت قلت لي على التشينز وشكل السلاسل اللي بتعملها البوليمرات مع بعض، شكل التشين بيكون ايه؟ بيقول لي والله برضو التشينز بتاعت البوليمر بتاخد شكل من ثلاثة، يا اما يكون كله لينير يعني كل الريبيتنج يونتس ورا بعضها على خط واحد، يا اما يكون في برانشينج اهو، يبقى في خط اساسي وطالع منه تفرعات. تمام، وممكن الفرع ده يطلع منه افرع تانية وهكذا، او ممكن يحصل حاجة تانية. ايه اللي يحصل؟ انه ممكن التفرعات تبدأ تمسك في بعض. طيب لو التفرعات دي مسكت في بعض تديني النوع الجديد اللي هو النتورك.
اللي هو عامل زي الشبكة، بوليمر شبكي، بوليمر عامل نتورك، تمام؟ يبقى ده اسمه كروس لينكد بوليمر. يبقى البوليمر تشين ممكن تكون لينير خط واحد، او ممكن تكون برانشد شبه فرع الشجرة، او ممكن تكون عبارة عن كروس لينكد نتورك، عبارة عن شبكة كاملة اهو. دي شبكات مش عارف مين المين تشين اهو، كأنها تفرعات وتعقدت مع بعض جدا، ولو كملت هتلاقي دي كلها عبارة عن شبكات. يبقى التشين بتاعت البوليمر هتاخد شكل من ثلاثة، يا اما لينير يا اما برانشد او تكون كروس لينكد نتورك. طيب تعالوا بقى نصنف اللي هو البوليمر. ايوه امسك لسانك ما تقولش بلاستيك، عشان هتفهم دلوقتي بالظبط ان هو في فرق بين كلمة بوليمر وبين كلمة بلاستيك، تمام؟ البوليمر عايزين نصنف البوليمر حسب سلوكها الحراري او الرياكشن بتاعها بالنسبة للحرارة. طيب بيقول لي والله من المعروف ان معظم البوليمر اللي انا بتعامل معاها بتلين بالحرارة، يعني البوليمر لما بسخنه بيلين، اقدر اشكله واقدر اعمل فيه اي حاجة، ولو سبته هيرجع تاني يبقى مادة شبه الإزاز، glassy solid، تمام؟ طيب الكلام ده كويس والواضح ده في أزايز المية معايا، إن هو لو سخنتها بتلين شوية أشكلها وأسيبها تبرد تثبت على الشكل بتاعها، وده جزء أساسي من صناعة البوليمر أو صناعة البلاستيك على العموم. ولكن بيقول لي لأ، البوليمر لما بنقيس سلوكه مع الحرارة بنلاقي له نوعين أو تو كاتيجوري بالنسبة للثيرمال بيهيفير بتاع البلاستيك، بدخله في اتنين كاتيجوري. النوع الاولاني او المجموعه الاولانيه بيسموها ثيرمو بلاستيك. ايوه انا عارف انك فرحان قوي بالكلمه دي. يعني ايه ثيرمو بلاستيك؟ تمام، طبعا بلاستيك حراري، لا هو القصه مش بلاستيك حراري. ثيرمو بلاستيك ده يعني اي بوليمر بيلين بالحراره، يبقى هو عباره عن بوليمر بيحصل له سوفتنينج او بيلين شويه لما بسخنه، تمام؟ وده بيسمح بان تشكيله يكون سهل. اشهر مثال البولي ستايرين او البولي ايثيلين او البولي بروبلين، وطبعا كل بوليمر بيكون له درجه حراره معينه يسمح بالتشكيل عندها، تمام؟ يبقى ده اول نوع اسمه ثيرمو بلاستيك بوليمر. يبقى ثيرمو بلاستيك بوليمر، ثيرمو بلاستيك بوليمر هو البوليمر اللي بيتحول لشكل جامي سوليد، يبقى ماده شبه المستيكة لما اعمل له هيتنج. طيب ده لو ربطنا الشكل او فكرة ان هو بيليان بالحرارة مع مين؟ مع شكل التشين. بيقول لي ان هم وجدوا علاقة رائعة جدا، وهي اي بلاستيك يكون لينير او برانشت هيبقى ثيرمو بلاستيك، هيكون ثيرمو بلاستيك. يبقى انا الثيرمو بلاستيك بوليمر هو مين؟ هو اي بوليمر يكون التشين بتاعته لينير او برانشد. طيب ايه اهم ما يميز الثيرموبلاستيك بوليمر؟ بيقول لي ان النوع ده من البوليمرز بيكون عندها صفه مميزه، الا وهو ان هو بيتم ان هو يبقى شويه سوفت او يلين خالص بالحراره. حلو، ده مين ومين؟ اللينير والبرانشد. امثله لللينير والبرانشد زي البوليستيرين، البولي إيثيلين والبولي بروبلين، دي كلها من أنواع البوليمرز اللي هي بتبقى على شكل لينير أو برانشت وبتلين بالحرارة، فبتصنف تحت مجموعة من البوليمر المشهورة جدا اسمها الثيرمو بلاستيك بوليمر. طيب أنا أصلا تقريبا كل البوليمر اللي بتعامل معاهم في حياتي من النوع ده، تمام؟ وده لأن الناس تقريبا بتكره النوع التاني ده جدا. النوع التاني اسمه ثيرمو ست، تمام؟ يعني احنا بنفكر نفسنا بيه ان هو قاعد من الاخر، يعني انت سخنته ما سخنتوش ما بيتأثرش بالحرارة. هل الكلام ده منطقي؟ لا، ما اقدرش اقول البوليمر اللي هو الثيرموسيت ان هو لا يتأثر بالحرارة. امال ايه؟ الثيرموسيت او الثيرموسيتنج بوليمر ده نوع من البوليمر اللي بيكون عامل نتورك، بيبقى عامل شبكة، بوليمر شبكي، تمام؟ بيقول لي البوليمر اللي عامل شبكة بيسموه ثيرموسيتنج بوليمر. ليه؟ بيقول لي لأن البوليمر ده مهما سخنت فيه ما بيلينش بالحرارة، do not soften when heated،
تمام؟ يبقى عبارة عن infusible solid، ما بيحصلوش fusion، ما بيحصلوش انصهار لما بسخنه، مهما سخنت فيه مش هيحصل له انصهار. حلو ده، انا ممكن كده يبقى ايه اسخنه بقى لما لا نهايه. بيقول لي لا، البوليمر ده هيوصل عند درجه حراره معينه هيتكسر. ايوه، البوليمر ده لا يمكن تشكيله بالحراره، وده سر كراهيه كل الشركات. ليه؟ الشركات اللي بتتعامل مع الثيرمو سيتنج بوليمر بيواجهها مشاكل كتيره جدا، لان معظم التطبيقات ومعظم المكن اللي بيتعامل مع البوليمر بيتعامل على اساس ان هو يسهل تشكيله بالحراره. بسخنه وابدا اضغط فيه هواء، ادخله في استنباط من المعدن، ياخد الاشكال اللي انا عايزها زي الازاز وزي الحاجات دي كلها، لكن ده ما بيليانش بالحراره. طيب ده هعمل فيه ايه؟ ده يعني فكره الهاندلنج والتعامل معاه بيكون في غايه الصعوبه. من اشهر البوليمر اللي هي بتبقى ثيرمو سيت، تمام؟ ثيرمو سيتنج، ثيرمو سيتنج بوليمر قلنا هي عباره عن نتورك بوليمرز اللي هي لا تلين بالحراره. طيب من اشهر الامثله ومن اشهر البوليمرات اللي بتدي، او من اشهر المركبات اللي بتدي الثيرمو سيتنج بوليمر، هو مركبات الفينولز، اشهرهم الفينول فورمالدهايد، تمام؟ يعني بتلاقي ان فينول فورمالدهايد من ضمن الاستخدامات يعني المضحكه شويه، ممكن تكون اتعاملت معاه بس استغربت الماده دي بلاستيك ولا لا. طفايات السجاير، طفايات السجاير بتكون مصنوعه من الفينول فورمالدهايد، بوليمر شبكي نتورك بوليمر، بيكون ثيرمو سيتنج، ما بيتاثرش بالحراره، بس لو سخنتها بتلاقيها بتتفحم ولكن مش هتسيح، بتتحرق فقط. يعني هو ثيرمو سيتنج ما بيلينش بالحراره، بس لو رفعت عليه التسخين فتره طويله فبيحصل له ديجراديشن، بيتكسر ولكن ما يسيحش او ما يليانش بالحراره ولا يمكن تشكيله بالحراره. هنفهم برضو قدام باذن الله ازاي بنتعامل مع بوليمر زي ده، وهل فكره ان هو ما يتاثرش بالحراره دي فكره كويسه ولا وحشه. هنلاقي ان من اهم استخداماته في العوازل الكهرباء والاسلاك او التوصيلات الكهربيه في الجهد العالي جدا، بحتاج حاجه تستحمل الحراره العاليه، فبيجي دور الثيرمو سيتنج بوليمر، ولكن بيحتاج انواع معينه من الالات اللي بتشكله، لان ما ينفعش يتشكل بالحراره. طيب تعالوا بقى كده نتكلم، ان انا لما جيت مثلا في الفينايل كلورايد، ما سالتش نفسك سؤال لما بيحصل بوليمرايزيشن علاقه الكلورين اتومز مع بعضها او ايا ما كانت المجموعه على المونومر؟ طيب واحد يقول لي انا جاي هنا في الاستراكشر دي، اقول لك تعالى لو مسكت اي واحده من دول، دي تعتبر مونومر ودي اهي مونومر ودي مونومر ودي الريبيتنج يونت، يعني كده تمام اهو، دي كده مونومر. فبيقول لي انا عايز اعرف المجموعات او الاتوم الجديده، لو كانت هيدروجين ما كانش بتهمني، انا عايز اعرف لو كانت كلورين او كانت فينايل رينج او كانت فلور او كانت اي حاجه تانية او كانت ميثايل جروب، انا عايز اعرف علاقه الجروبس دي ببعضها. بيقول لي كده انت عايز تدرس الشكل الفراغي للبلاستيك او للبوليمر، تمام؟ خلينا نتكلم ادق شويه. ايوه، ويعني ايه فراغي؟ يعني ستيريو كيمستري، عايز اعرف الستيريو كيمستري بتاعه البوليمر. بس انت لو رحت قلت لحد عايز اعرف الستيريو كيمستري بتاعه البوليمر يعني هيشتمك. لما باجي اتكلم على الستيريو كيمستري بتاعه البوليمر بتكلم بكلمه تكنيكال شويه اسمها تاكتيسيتي. تاكتيسيتي يعني ايه التاكتيسيتي؟ يعني عايز اعرف التوزيع الفراغي او الترتيب بتاع الجروبس اللي على البوليمر تشين. طيب واحد يقول لي ايه التاكتيسيتي بتاعه البولي ايثيلين؟ هقول لك لا، البولي ايثيلين اصلا معلوش اي فانكشنال جروب، هيبقى دول ولا كانهم موجودين، فكله هيدروجين، فانت مش هتعرف تتبع اي حاجه منهم، ولذلك هو ملوش تاكتيسيتي ولا ليه القصه دي خالص، تمام؟ التاكتيسيتي بتتبعها فقط في البوليمرز اللي هي شبه البولي ايثيلين، تمام؟ ولكن بيتم استبدال واحده من الهيدروجين باي مجموعه، ولنقول يعني ان هي المجموعه اكس، فبشوف علاقه المجموعات اكس مع المجموعات الثانيه في المونومر يونت، تمام؟ فبيقول لي دي اسمها التاكتيسيتي، انا عايز اعرف الاستيريو كيمستري بتاعت البوليمر، يبقى عايز اعرف التاكتيسيتي اوف بوليمر. طيب بيقول لي هنا بيكون عندي واحد من ثلاث احتمالات،
تمام. الاحتمال الأول إن كل المجموعات مترتبة في نفس الاتجاه. أيوه، إنه البوليمر مترتب جدا وكل المجموعات يا إما فوق يا تحت البلين، كل المجموعات مترتبة في السيم سايد. دي أول احتمال، وده بيسموه ايزوتاكتيك، ايزوتاكتيك بوليمر. يبقى بقول لك مثلا ارسم لي البولي فاينايل كلورايد ايزوتاكتيك، هترسم لي التشين عادي خالص، وبعد كل يعني بعد كل اتنين كربون طبعا هتعمل لي كده برانش وتكتب لي الكلورين كلهم في نفس الاتجاه. كويس، ده اسمه ايزوتاكتيك. طيب لو كانوا بالتبادل برضه مازال يظهر درجة من الانتظام، يبقى مازال هو في درجة من الاوردرنج، تمام؟ في درجة من الترتيب. بيقول لي لو بقى بالترتيب واحدة فوق البلين وواحدة تحت البلين، تمام؟ يعني واحدة فوق البلين واحدة تحت البلين بشكل متبادل، فده بيسموه سينديوتاكتيك. يبقى أنا في اسمين دلوقتي عرفتهم، التاكتيستي يعني ستيريوكيمستري، وأنا بصنف البوليمر حسب التاكتيسيتي أو حسب الستيريوكيمستري بتاعة الجروب اللي على المين تشين، بصنفها حاجة من الاثنين. أول حاجة لو بقوا كلهم في نفس الاتجاه يبقى اسمه ايزوتاكتيك، أما لو بقوا بالتبادل فبيسموهم سينديوتاكتيك. طيب تمام، أمال لو كان التوزيع بتاعهم عشوائي؟ أيوة، وأنا هتعب نفسي ليه وأرتب ليه؟ أي مكان فوق البلين تحت البلين، اتنين تحت البلين وواحدة فوق، ولا عندي مشكلة بقى زي ما تيجي. ده بيسموه أتاكتيك، يعني غير منظم أو غير مرتب. وبشكل غريب جدا البوليمر اللي بيكون أتاكتيك بيكون بوليمر غالبا ملوش استخدام صناعي، دايما بتلاقيه بوليمر مختلف تماما. أيوة، نفس البوليمر نفس المادة، يعني انت لو جيت البروبلين الأتاكتيك منه ولا له أي تطبيق ولا له اي استخدام صناعي، لانه بيختلفوا جدا في الخواص الفيزيائيه. وانا بكلمك على اختلاف هائل في كل حاجه، في درجه الانصهار وفي القوه بتاعته وفي كل حاجه ممكن تتخيلها هتلاقي البوليمر ده مختلف تماما. يبقى انا حسب التكتيستي ممكن اصنف اول حاجه البوليمر يا اما يكون تاكتيك يعني منظم، او اتاكتيك غير منظم او راندوم. اتاكتيك يعني كله راندوم وده كده ملوش لازمة بالنسبة لي. طيب أمال البوليمر التاكتيك؟ التاكتيك يعني منظم. والله التنظيم بيكون حاجة من الاتنين، يا إما كل المجموعات في نفس الاتجاه وده بيسموه ايزوتاكتيك، أو بيكون المجموعات بالتبادل وده بيسموه سينديوتاكتيك. يبقى أنا التاكتيك بوليمر حاجة من الاتنين، يا إما ايزوتاكتيك يا إما سينديوتاكتيك. إنما الاتاكتيك بوليمر هو ملوش غير حاجة واحدة، إن هو راندوم، اللي تيجي فوق البلين ماشي، تحت البلين ماشي، ما عنديش مشكلة خالص. طيب تعالوا نشوفوا بقى ايه تأثير التكتيستي على الكريستالينيتي. ما انت خد بالك من حاجة، المادة الصلبة المفروض تكون كريستال، بس برضو في نقطة تانية، جزيء البوليمر جزيء هائل، ماكرو موليكل بمعنى الكلمة، جزيء ضخم، الموليكولار ويت بتاعه هائل. ففكرة ان انا ارص كل الاتوم بتاعته في كريستال واحدة دي ما تبقاش في دماغك، يعني ما تبقاش منشف دماغك في الحته دي. ممكن تلاقي مثلا الماده دي كريستالين بنسبه 95% ولكن فيها حته راندوم عادي. طيب عايزين نشوف بقى تاثير التكتيسيتي على الكريستالينيتي. يبقى قلنا الكريستالينيتي او التبلور ده هو عباره عن ريفيرز تو الديجري اوف ستراكشرال اوردر اوف سوليد، بيقيس درجه الترتيب او درجه النظام في الماده الصلبه. فبيقول لي بص، التاكتيك بوليمر سواء كان ايزوتاكتيك او سينديوتاكتيك ده بيكون فيه درجة عالية من الاوردرنج. يبقى تاكتيك بوليمر بيكون يا اما ايزوتاكتيك او سينديوتاكتيك، دول بيكونوا فيهم درجة من الاوردرنج، فيه درجة من النظام، ولذلك فكرة ان يكون كريستال هتكون عالية، فبيكون هايلي كريستالاين. كويس جدا. اما لو هي اصلا لتشين راندوم فما تتوقعش مني ان التشين ذات نفسها من منشأها عشوائية، الجزيء اللي بيتكون عشوائي، فما تتوقعش ان انا اكون كريستال مترتبة. فبالتالي انا لو عندي البوليمر تشين مترتبة ففرصة ان انا اكون كريستال مترتبة دي كبيرة، لكن لو كان راندم بوليمر اللي هو اتاكتيك
هو راندم، فبالتالي بيكون هايلي نون كريستالاين. الحاجه اللي مش كريستالاين وهي صلبه بيسموها امورفس. ايوه، كلمه امورفس الترجمه الحرفيه ليها بالعربي مجهول المعالم، لان الماده بتكون شبه، يعني اقرب حاجه ليها اللي هو ايه، شبه المكرونه المطبوخه. ايوه والله، ده الترجمه الحرفيه للكلام. لما بيجي يشرح يقول لك البوليمر لما يكون التشين بتاعته اتاكتك والتوزيع بتاعه بيكون راندم، فبيكون امورفس سوليد، ماده صلبه ولكن الكريستال او التشينز متوزعه بشكل عشوائي، عامله شبه المكرونه لما تحطها في الطبق بتاعك مفيش لها اي ترتيب يحكمها، فدي بيسموها امورفس سوليد. يبقى السوليد ممكن يكون كريستالاين لو كانت التشين بتاعه البوليمر فيها درجه من التكتيسيتي، فيها درجه من النظام اللي هو التاكتيك بوليمر. اما لو كانت راندوم فما تتوقعش ان في كريستال هتتكون، وهيكون الماده اللي عندك امورفس سوليد، يعني ماده ما فيهاش اي كريستال استراكشر متكونه. يا رب الحته دي برضو تكون واضحه. لو عندك اي سؤال سيب لي في الكومنتات على طول وهرد عليك باذن الله. طيب، من نفس النقطه اقف لي كده عند حته الكريستالينيتي، بيقول لي خلي بالك اللينير بوليمر فرصة ان هو يكون كريستال هتكون افضل بكتير من فكرة البرانشد بوليمر. طبعا النتورك ده انساه، ده اصلا هي فكرة الكريستال ان هو التشين تترص جنب بعض وتكون حتة فيها درجة من النظام. فبيقول لي لو كانت نتورك فدي بتبقى ثابتة، فمستحيل التشين تتغير مكانها. لكن انا بتكلم على الكريستالينيتي في حاجة من اتنين، يا اما اللينير او البرانشد. بيقول لي في عيب اساسي في البرانشد بوليمر، ان البرانشات اللي طالعه من المين تشين بتعيق اللي هو السلاسل الثانيه او التشينز الثانيه انها تقرب وتبقى مترتبه. فدايما هتلاقي فكره ان هو بوليمر تشين تكون برانش انها تكون كريستال هتكون ضعيفه. يبقى البرانشد بوليمر فكره ان هو يكون كريستال هتكون ضعيفه، او فرصه ان هو يكون كريستال هتكون ضعيفه، ولذلك البرانشد بوليمر غالبا هيكون امورفس. يبقى كده خدنا حاجتين ممكن يكونوا امورفس، لو كان هو اتاكتيك او لو كان هو برانشد. يبقى انا لو عندي البوليمر برانشد او توزيع المجموعات الفراغي بتاعهم اتاكتيك فهيديني امورفس سوليد. اما لو كان التشين لينير وفيها درجه من التكتيسيتي اللي هو يكون فيه اوردرنج سواء ايزوتاكتيك او سينديوتاكتيك، فده هيكون الفرصه اكبر بكتير ان هو يكون كريستال. ولكن عايزك يبقى في دماغك دايما ان الكريستال مش هتكون 100% كريستال بيرفكت. تمام. طيب، حاجه تانية هتحكم الكريستالينيتي بالنسبه لي هي الانتر موليكولار فورس، اللي هي الروابط البين التشين او الروابط البين جزيئيه. الانتر موليكولار فورس دي ممكن تكون يعني عدد من الروابط الضعيفه، ممكن تكون هيدروجين بوند ودي تقريبا اقوى انتر موليكولار فورس، او ممكن تكون مجرد تجاذب كتلي اللي هو الفاندرفال انتراكشن، او ممكن تكون دايبول دايبول انتراكشن، او ممكن يكون مثلا انتراكشن ما بين الرينج وبعضها. في اكتر من نوع من الانتراكشن ولكن كلها ضعيفه. زي ما قلنا اقواها هي الهيدروجين بوند، بس عشان يبقى عندك هيدروجين بوند لازم يكون في هيدروجين بوند دونر، ان هي مثلا تكون نيتروجين او اكسجين او فلورين. طبعا هي نيتروجين اوكسجين تكون ماسكه فيه اتش، دي بيسموها هيدروجين بوند دونر. الهيدروجين بوند اكسبتور يا اما يكون نيتروجين او اكسجين او فلورين، فدول هيعمل بريدج. يبقى الفكره كلها بيكون عندي هيدروجين بوند دونر اللي هي ماسكه في الاتش، والهيدروجين بوند اكسبتور بتكون برضو واحده من الثلاثه اتومز دول، بس هي اللي بترتبط بالاتش من الجنب الثاني. دي فكره الهيدروجين بوند، ودي اقوى مين؟ اقوى الانتر موليكولار فورس، او اقوى الحاجات اللي ممكن تربط التشين ببعضها. فبيقول لي والله انا من ضمن الحاجات اللي هلاقيها، بيقول لي ان في النايلون 6-6 هنعرفه برضو باذن الله في المحاضرات الجايه، بلاقي ان هو عباره عن بولي امايد. افهمك دلوقتي يعني ايه بولي امايد. فبيقول لي البولي امايدز دي بيكون لها فرصه عاليه جدا انها تكون هيدروجين بوند، ولذلك بيكون هايلي اوردرد، وبتكون التشين كلها بشكل طولي جنب بعض لدرجه ان النايلون 6-6 بيكون فايبر، بيكون
فايبرز، تمام؟ بيكون الياف عشان بيكون الترتيب بتاعهم بشكل طولي، تمام؟ دي من اهم ما يميز لما تكون الانتر موليكولار فورس قويه بترتب الكريستال بالقوه، تحت القوه دي هترتبها عافيه، تمام؟ دي من اقوى برضو، يبقى حته الهيدروجين بوندنج. الحاجات الثانيه زي ما قلنا الدايبولر انتراكشن، اللي بيقول لي مثلا في البولي استر زي البولي ايثيلين تريفيزاليت، بلاقي ان عندي هنا مجموعات الكربونايل دي قويه جدا، فهي كفيله انها ترتب التشين فوق بعضها برضو بدرجه وان كانت اضعف من هنا، لان هنا مش هيدروجين بوند، ده دايبولر انتراكشن. بيقول لي برضو في نفس الوقت لو عندي تشين من البولي ايثيلين تريفيزاليت الحلقات اللي هي فوق بعضها هنا، فبيحصل تداخل، او يعني زي ما بنقول كده بتترص الحلقات فوق بعضها بتاثير من مين؟ بتاثير من الالكترون بتاعه الاروماتيك رينج. تاثير الالكترون بتاع الاروماتيك رينج بيخلي فيه برضو درجه من الانتراكشن، بيخلي برضو التشينز تيجي جنب بعضها، فبيسموها حتى اروماتيك ستاكينج، او اللي هو رص او تكديس الحلقات فوق بعضها، بيسمح ان الحلقات دي بتبقى بلانر، فبتيجي فوق بعضها بيبقى احسن بالنسبه لها جدا، وده بيخلي التشين تقرب على بعضها جدا. ده برضو بيحسن من فرص الكريستالينيتي، وبيزود من فرص ان البوليمر يكون كريستالين بدل ما يبقى راندم وامورفس. طيب تعالى كده بقى ادي لك نظره سريعه جدا على اشهر البوليمر فاميلي. بيقول لي خلي بالك البوليمر لو كان اديشن بوليمر، اديشن بوليمر يعني ايه؟ يعني هو اصلا المونيمر بتاعه كان فيه دبل بوند، فده بيتم عن طريق اضافه الدبل بوند لبعضها، وده ليه قصه. انا بكلمك المره دي على الكو بوليمرز، تمام؟ فبيقول لي من اشهر العائلات بتاعتهم اول نوع البولي استر. البولي استر بتلاقي في التشين اهي، التشين بتاعت البوليمر اهي، بتلاقي فيها استر لينكج، فيها رابطه استر، بتنتج من مين؟ من تفاعل اسيد مع الكول جروب. طيب الحاجه الثانيه والنوع الاشهر جدا اللي هو البولي امايدز، بتلاقي فيه امايد لينكج. الامايد لينكج بيكون كربوكسيليك اسيد مع امين كومباوند، كويس. بيقول لي بقى في نوع غريب شويه يمكن اول مره تسمعه، اسمه اليوريثين لينكج او البولي يوريثين. البولي يوريثين ده مجموعه اليوريثين دي اسمها الكارباميت، هي دي عباره عن كربوكسيليك جروب عاديه كانها استر، ولكن في الجنب الثاني في امايد، فهي شبه الكربوكسا امايد، هي عباره عن كارباميت جروب، تمام؟ هنفهم برضو باذن الله ازاي بيتكون الكارباميت. الكارباميت يا ريت تقرا عن مجموعه الكارباميت، المجموعه دي اسمها اليوريثين، اللي هي اسمين كارباميت او يوريثين، عباره عن ميكس ما بين كربوكسيل والامايد، كربوكسيل مع امايد الاثنين في نفس المركب، فليهم اسم ثاني اسمه اليوريثين. طيب النوع برضو المشهور جدا الايثر او الايثر لينكج، اللي هو البولي ايثرز، تمام؟ بيبقى فيها اكسجين في ضمن يعني جزء من التشين، التشين ماشيه كده فيها ايثر لينكج جوه التشين طول ما انت ماشي، تمام؟ النوع برضو المشهور وليه استخدامات كتيره جدا هو السيليكونز او السيلينز، تمام؟ او السيليكونز اللي هو بيبقى عباره عن سيليكون اكسجين التشين، بتبقى التشين عباره عن بدل الكربون. اهم ما يميز السيليكونز ان بدل الكربون كربون التشين او الكربون اكسجين التشين، لا بيكون في التشين كلها عباره عن اكسجين سيليكون، بيبقى عباره عن سيليكون واكسجين، تمام؟ ولكن بيكون طبعا السيليكون ماسكه فيها اثنين ميثايل، طبعا الدايميثايل سيلين ده من اشهر الحاجات اللي هو الدايميثايل سيلوكسين، ده من اشهر البوليمر بتاعه السيليكونز، تمام؟ دي برضو من ضمن البوليمرات المشهوره جدا. ممكن تسمع عن بوليمر تاني اسمه البولي كربونيت، بتلاقي مجموعه الكربونات عباره عن كربوكسيليك جروب، وهنا او وهنا او. اهم حاجه لما اقول لك ده بولي ايثر، يبقى الايثر لينكج ده مشارك في تكوين التشين. بولي استر يبقى الاستر مشارك في تكوين التشين، يعني انا طول ما انا ماشي في التشين هلاقي استر، تمام؟ طيب تعالى كده نتاكد ان انت فاهم الحته دي. بيقول لي ايه؟ في عندي مونومر اسمه الميثايل ميثاكريليت، تمام؟ بيقول لي ليه البوليمر الناتج منه اسمه بولي ميثايل ميثاكريليت بي ام ام اي. البولي ميثايل ميثاكريليت ليه
ما اقدرش اعتبره بولي استر. ليه؟ ايه التفسير؟ بيقول لي بص، لو بصينا على المونومر بتاعه في دبل بوند، اللي حصل انه حصل اديشن وتكون عدد كبير جدا من اليونت وتفكت الدبل بوند وكونت اديشنال بوليمر. طيب واحد يقول لي بس انا شايف ان في استر لينكج. حلو، هل الاستر لينكج دي شاركه في تكوين التشين؟ تقول لي ايوه ما هي موجوده هنا. اقول لك لا مش ده قصدي، قصدي هل التشين اللي اتكونت دي كده فيها استر؟ انا بتكلم نوع البوليمر على حسب هل التشين اللي انا مهتم بيها هي التشين بتاعت البوليمر وليس السايد جروب. السايد جروب دي ما تهمنيش قوي، انا يهمني التصنيف بيكون على حسب التشين اللي اتكونت فيها استر لينكج. لا يبقى ده مش بولي استر. البولي استر امتى؟ لما تكون التشين اصلا اهي مكمله كده وكده والجزء من التشين هو استر لينكج، ده هو البولي استر. لو عندك اي سؤال سيب لي في الكومنتات وباذن الله هرد عليك. ان شاء الله برضو هسيب لك كل مره بي دي اف تلاقي فيه كل الكلام اللي انا شرحته، وبرضو لو حد عايز الباوربوينت برضو يسيب لي في الكومنتات وباذن الله هسيب له الباوربوينت اللي بشرح منها كلها. اتمنى من الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.